لسنوات عدة لم يفعل الفلسطينيون في الولايات المتحدة خصوصا والغرب عموما سوى مشاهدة وسائل الإعلام والقوى غير المؤيدة لفلسطين والتي صورت الفلسطينيين بطريقة سلبية جدا وقد نزعت عنهم الصفة البشرية نوعا ما. نشعر أن الوقت حان ليعرف العالم من هم الفلسطينيون حقا. When the world needs to know who the real Palestinians are.